مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلو بجوز الهند، كتير كتير سهلة وبسيطة ورائعة وما بتاخد معنا وقت بالتحضير، وان شاء الله بتنال اعجابكم بهيدا الشكل اللي شايفينه، وكتير كتير بتنفع وطيبة لرمضان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط حليب، هلا بحطهم على الغاز. بس سخن عنا الحليب قبل الغليان، بضيف نص كوب صغير خل ابيض، بحركهم ليفرط عنا الحليب. بس فرط الحليب عن المي بهيدا الشكل، هلا بنصفيهم بالمصفي، حطهم على جنب. موجود عنا بالطنجرة 3 أكواب حليب، بضيف عليهم نشا ملعقة، 2.5 ملعقتين ونص نشا، سكر ملعقة، 2.3. إذا بتحبوا الحلو منيح شو بتعملوا؟ بتحطوا 4 معالق طعام سكر. هلا بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل، هلا بضيف 2 ملاعق طعام جوز الهند، 2 ملاعق. وبضيف 1 ملعقة طعام مزهر. بس حركتهم حوالي دقيقة، هلأ منطفي الغاز. بحط هيدا الخليط اللي صفيناه بالمصفاي، بنخلطهم منيح مع بعض. راحت عنا التكتلات الكبيرة، هلأ بدنا نحطهم بصينية. برش جوز الهند بأرض الصينية، بحط القشطة، بحط جوز الهند على الوجه. حلو سهل وبسيطة، ما بتاخد معنا وقت بالتحضير، وكتير كتير طيبة ورائعة. اللي بيحبوا جوز الهند رح تعجبهم كتير. هذه الصينية بعد ما حطيت عليها جوز الهند، هلأ بحطها على جنب لا تبرد بحرارة الغرفة، وبرجع بحطها بالبراد أقل شي 2 ساعة. هذه الحلوة بعد ما حطيتها بالبراد 2 ساعة. هلأ بدنا نرش على الوجه فستق حلبي، بدنا نشوف كيف طلعت معنا. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. حلو كتير سهلة وبسيطة، وكتير كتير طيبة ورائعة وفخمة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.